صباح النور واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مميزه لليوم. رح نعمل نحن وياكم طبق كتير سهل وكتير طيب. رح نعمل نحن وياكم الدجاج مع الحبق وجبنه بارميزان والكريمه، وحنستعمل معه كمان باستا تاجلياتيل. بالبدايه مي مغليه على النار، رح نضيف عليها الملح واكيد الزيت، ونرجع نحط المعكرونه بعد تقريبا 10 دقائق. الملح كرمال ما تفقد الاملاح المعدنيه تبعها، والزيت كرمال الباستا ما تلزق على بعض. بعد ما صارت الباستا معنا على النار بدها تقريبا 10 دقائق لتكون جاهزه، بهذا الوقت رح نبلش نحن وياكم بالدجاج. اول شيء انا بستعمل صدر الدجاج من بعد ما نظفناه وغسلناه اكيد بالمي والملح والخل، صار عندي جاهز. ما بدي صدر الدجاج كتير سميك لحتى يكون الاستواء تبعه بشكل اسرع. اللي رح نستعمل بهذا الطبق هو البصل، ثوم، حبق، اكيد الدجاج، بنقليه بشويه زيت مع الملح والبهار، وجبنه البارميزان والكريمه الطازه. بعد ما المعكروني صارت عندي جاهزة، رح بردها بشوية زيت زيتون أو شوية زيت نباتي، نخلطها مع بعض ونتركها لحتى تبرد وتصير جاهزة للاستعمال. أزبط طريقة هي تبريد المعكروني بالزيت كمان ما ترجع تفقد الأملاح المعدنية تبعها. بهذا الوقت مقلي على النار، رح نضيف عليها زيت الزيتون، نقلي الدجاج وقت اللي يستوي مزبوط نضيف عليهم البصل، الثوم، الحبق، الكريمة الطازة، ونرجع نضيف عليها جبنة البارميزان آخر شيء من بعد ما أكيد تغلي مع بعضها ويستوي مع الدجاج، وبتكون صارت عندي جاهزة لتقدم. بعد ما صارت عندي جاهزة غليت كلها سوا مع الكريمة مع الحبق والبصل والثوم أكيد والملح والبهار، استوى الدجاج عندي. هذا الوقت رح أضيف عليها جبنة البارميزان، وأكيد رح نشوف نحن وياكم كيف رح نسكب هذا الطبق. الباستا صارت جاهزة، الدجاج صار جاهز، بهذا الوقت صار وقت أنه نسكب الأطباق. نتمنى يكون هذا الطبق السهل والبسيط والطيب نال إعجابكم لحلقتنا اليوم. Thank you.